مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. طبعا نحن الآن متواجدين في قلب مدينة الرمادي وفي سوق مدينة الرمادي، حيث بدأت تتوافد العائلات الأنبارية للتبضع مع حلول شهر رمضان المبارك، لكن تفاجأوا في أسواق محافظة الأنبار بارتفاع المواد الغذائية والسلع وما شابه ذلك، حيث ارتفاع بشكل كبير جدا. هذا الأمر أثار استياء الشارع الأنباري والمواطن الأنباري نتيجة الارتفاعات. الآن نلتقي مع أحد المواطنين لنرى الارتفاع المستمر بالمواد الغذائية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عن ارتفاع السوق مدينة الرمادي مع حلول شهر رمضان المبارك. طبعا اليوم السوق كلش مرتفع، المواد الغذائية وأسعار البضائع والسلع ما نقدر كل شيء نشتري. احنا نطالب الحكومة المحلية والمركزية شوية تدخل، يعني هم قالوا على أساس انه ينطون سلة غذائية قبل شهر رمضان، كل شيء ما شفنا والأسعار كلش نار. طبعا الاسعار لا تزال مستمره بالارتفاع بشكل مباشر يعني في اسواق مدينه الرمادي، وعجز يعني على الشارع الانباري عن شراء هذه المواد الغذائيه. الان ايضا نلتقي مع احد المواطنين لحدثنا ايضا عن ارتفاع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يعني هل استقبلتم شهر رمضان بشراء المواد الغذائيه؟ والله يعني هسه انا تخيل جيت هنا للسوق حتى اتبضع لهن واتسوق، يعني ما قدرت اتسوق لانه هسه شفت الاسعار، اسعار مخيفه، اسعار غاليه كلش. يعني من 2003 لحد الان حد هذا رمضان اول مره يعني نشوف رمضان الناس ما تقدر تسوق بيه، اسعار حيل يعني فوق ما تتصور. يعني هسه من نروح على ابو المحل يعني يقول سبب انه التاجر، يقول التاجر يقول سبب الدولار. شكرا جزيلا. طبعا الان تحتاج يعني هنا في محطة الأنبار يحتاج إلى يعني رعاية من قبل الحكومة المحلية للمواطنين بالذهاب إلى الأسواق وأيضا المحال التجارية لتخفيض الأسعار أو وضع يعني قرارات صارمة للحد من الارتفاع المستمر من قبل التجار وأيضا أصحاب المحال التجارية. نعم.